في إطار منظمتنا التي تحتوي على أكبر المخترعين في الجزائر والباحثين، عندنا فرقة تشتغل في الميدان الطبي، وتوصلت بإذن الله إلى علاج ضد فيروس الكورونا، وقمنا بتحاليل في مخابر أجنبية اللي أعطت يعني نتائج جد يعني جد حسنة، والآن نكمل نحاول إكمال هذه الفحوصات هنا في الجزائر لكي نعلن رسميا على هذا الدواء اللي يدخل ضمن العلاج المباشر لهذا الفيروس، وعندنا أيضا تحضير برنامج وقائي لهذا الأمر يعني.